مساء الخير، السلام عليكم. انا عارف ان الفترة الاخيرة في الفلوجات ظهر جانب من الشخصية غريب. انا كنت يعني دايما بقاوم ان هو ما يظهرش. طبعا مبسوط جدا، يعني مش عارف، يعني حصل حاجة غريبة، يعني الالف لايك بقوا بيجوا في يوم، والفيوز ويعني كومنتات الناس كلها بتقول ان الفلوج مبهج، وانتوا كومنتاتكو يعني بصراحة يعني مبهجة زي نظارة القطط اللي انا لابسها دي. الفلوج اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي او ده كواليس من الفلوج، حاجات بنبقى مترددين ان احنا نقولها، وحاجات بنبقى مترددين ان احنا نطلعها، ولكن بعد ما الشيخ ده وقف معانا ربنا يعني يكرمه، فقلنا نقول، او نقولنا يعني نطلع الكواليس. فهتفرجوا عليه، ممكن يبقى مش مرتب شوية، بس هي دي الكواليس اللي اتبقت يعني من بالظبط كده. نشوفكم في فلوج ممكن يبقى بكرة ان شاء الله. يلا سيبكم مع الفيديو. السلام عليكم. صحتك. انا اسمي محمد خطوط، انا ما اعرفكش، بس بدعي لك مع الشباب بظهر لغايه من غير ما اعرفك اصلا. والله العظيم. وبدعي لك مع ابراهيم، وبدعي لك مع حازم وكريم، الناس دي كلها انا ما اعرفهمش ولا شفتهم، ولا واحد منهم شفته خالص، حتى حسام هيكل اعرفه من سنتين وشويه بنتكلم في التليفون، وابراهيم برضه بنتكلم في التليفون، ما كنتش شفته لحد دلوقتي خالص. انت اول مره تشوف ابراهيم؟ اول مره اشوف النهارده. انا كنت بكلمه قدر، انا جاي من الهرم كده قدرا والله، وسايب البيت بسبب مشكله، وفجاه كده جيت لقيته في وشي، دخلت اتفرجت ما شفتوش. كان احمد واقف معايا، فيعني دعونا معاكم احنا وانا بدعي لكم. الله يحفظك يا كده. دي العيديه بتاعتي. ربنا يسترنا وياكم في الدنيا والاخره يا اخي، ربنا يحفظنا وياكم والله. يعني سبحان الله، الجو ده جو محتاج فعلا يلاقي اخ يعينه على طاعه ربنا يمسك في ايده سنه. اقسم بالله، اقسم بالله الجو صعب، صعب جدا جدا جدا. تلاقي واحد بيعينك على طاعه الله عز وجل، امسك فيه بايدك واسنانك، واحد بيعينك على القران، تروح تختلي بالله عز وجل. القصه مش قصه والله قصه معرفتي، الانترنت ده نسى الناس الحاجات الاساسيه. ايوه. يعني خلانا دلوقتي بقت علاقتنا ببعض اللي هو ايه؟ ممكن تستعيض على ان انت تشوف صاحبك، ان انت تبعت له رساله. هطلع على الفيسبوك. عشان مش عارف ايه. خلت في بعض الحاجات خلت القلب دخل فيه قسوه شديده جدا. يعني ربنا عز وجل بيقول ليعلم الله في صدوركم خيرا ويؤتكم خيرا مما اخذ منكم. كلام النبي عليه الصلاه والسلام، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حر النعم. بس اكون انا بحط الكلام ده وبتجه لوجه الله عز وجل والدار الاخره. ماليش دعوه بصناعات الناس، انا مش شايف الناس اصلا. شوف ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الكعب ده كله ايه؟ اه هتخلع ده. لولا ان ثبتناك لقد تركن اليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وبعدين قال للنبي صلى الله عليه وسلم آية برضه أشد بكتير. شوف ودي فرق كبير جدا إحنا ممكن ما نكونش. قال له عز وجل فاستقم كما أمرت، مش كما رغبت، كما أمرت. ومن تاب معك، ما قالوش ومن آمن معك، قال له ومن تاب. شوف ركز في حفظ القرآن، حفظ سبحان الله عجب. يقول يعني ومن تاب معك، لما تربطها بآية التوبة ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني هو عز وجل وفقهم للتوبه فتابوا، ولو ما وفقهمش ما تابوش ايه؟ تابوا. فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما امرت ومن تبع معك ولا تقهر. يعني كما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ يا خيبة المسعى نجا هلك التابع ونجا المتبوع. نعم الله. ويا فضيحة ويا فضيحتها إذا ايه؟ إذا نجا السامع وهلك المسمع. شكرا جدا. السلام عليكم. خلاص يا ابراهيم، خلاص هقول حاجه هي عشان دي اقصى اضاءة نقدر نحصل عليها. بصوا بعد كده يعني مفيش سلام خالص. السلام هو في العاشر بالظبط، مفيش خالص اضاءه. سواء ميكروباص، كنا بنقول في اوبر، كنا بنقول ان اي حد من ملوك الدنيا وسلاطين الدنيا عنده جاه، اي حد. والجاه دي يعني مثلا تتمثل ان انت عشان تروح لاي رئيس دوله القصر بتاعه بيبقى على بعد 5 كيلو، ما ينفعش تمشي، وحراسه شديده، ولو قربت تلاقي ليزر بقى، لان انت بتخترق الحدود. طبعا ولله المثل الاعلى، ربنا سبحانه وتعالى ليه حدود. واحنا بقى ايه؟ لو اخترقنا حدود اي حد من سلاطين الدنيا دول بيحصل ايه؟ على طول انت بتبقى مش موجود. لكن ربنا سبحانه وتعالى
بيتركك تخترق الحدود بتاعته وتروح وتعاند وتعمل كل حاجة، وبينتظر كمان ايه، بينتظر كمان العودة بتاعتك. انا بقول كده ليه؟ عشان احنا ساعات بنفتكر ان السعادة في ان احنا نتخطى الحدود دي، مع ان السعادة في ان احنا نقضي العيد وان احنا نتبسط وكل الحاجات دي، عادي ممكن تبقى جوه الحدود دي ومن غير ما نأذي نفسنا ومن غير اي حاجة. انت بقى ما شاء الله جهت كلام للناس، انت منين انت بتقول للناس تتبسط بالحدود دي وانت اصلا مجتمعك ما بيساعدش ان انت تحافظ على الحدود دي؟ حلو جدا. انت عندك مجتمع بيشدك اصلا بلاوي، انت نزلت الشارع في بلاوي. ماشي، ما هو ده ماشي، ما هي دي بقى المجاهده. بس احنا بقى في ظل الظروف دي نعمل ايه؟ هل ننغمس ولا طالما احنا عارفين؟ طب ما احنا في مناطق كتير قوي نفسنا نروحها، صح؟ انا بتكلم بصراحه قدام الناس اهو، مش في مناطق كتير نفسنا وانت نروحها؟ ما بتروحش ليه؟ انا نفسي عشان عارف ان ده موطن فتنه اصلا، صح؟ فما بتروحش. فانا دلوقتي ايه، هيأت نفسي ان انا هبصد بخروجة ابراهيم. لا، في ناس دماغها احنا كده ما خرجناش، يعني نزلت من قدام بيتك لقيت واحد بيضرب، روحنا ضربين وقعدنا نضحك وكلنا ومش عارف ايه، اتبسطنا ولا لا؟ بفضل الله، لا بفضل الله اتبسطنا، ومن غير ما نخترق ان شاء الله ما نكونش اخترقنا الحدود. في بقى ناس بتحط نفسها في الحتة دي، انا مش هبصد غير لما اروح، انا مش هبصد غير لما اعمل زي ده وزي ده وزي ده. ففاكس مهم، خلينا احنا في المناقشه دي سوا، تمام؟ عشان برضو ايه التفاهم، واحنا نقفل الفلوج. السلام عليكم. بهزر، بيقنعني اخرج في العيد. هو يا رايح نتفسح يا ابني؟ زحمه يا ابني، ما بحبش الزحمه. ايه نقعد على المقطم فوق؟ في مره ابراهيم ده طلعنا برج القاهره، تمام؟ انا مش هخرج معاه تاني. انا طلعت لقيت سوق، ناس واقفه طابور مستنين ينزلوا، وسجاير، وتعاميد فوق. مش رايح معاك انا خروجات بعد اذنك، يلا بينا.